قديش أبوك بيحبك وبيخاف عليك. هو مو مثل ما أنت مفكر بالمرة. صح هو عمل شغلات غلط، بس عادي كل الناس بتغلط يا رفيقي. صح، أنا كمان بغلط بالامتحانات تبعي. تماماً هيك، بس الإنسان المنيح هو اللي رح يصلح هاي الأغلاط، وأبوك هارش عم يصلح كل الأغلاط اللي عملها، وأنت رح تعطيه فرصة كرمالي. أنا كنت عم شربه الحليب. سويام حبيب قلبي، سويام بعدك إنه كل شي رح يكون منيح. أمك ما رح تسمح إنه يصير لك أي شي ولا شي. ممكن أدخل نانديني؟ إذا كنتي بدك هارش لإلي، برأيي ما في فايدة من شق الصور. إذا كنتي فعلاً بدك إياه، أنتي لازم تشوفي طريقة لتبعدي متري عن طريقك. وهذا الشيء بيصير بس بطريقة واحدة، وهو إنه ماتري تبطل موجودة بهالحياة. كيف؟ شو قصدك بهالحكي؟ صحيح؟ أنا عم أقصد يلي عم تفكري فيه هلا. أنت ما فهمتيني غلط. إذا كان بدك هارش، لازم ماتري تموت بالأول. نروح.